يذكر أن هذا التقرير الخاص بهيئة مفوضي الإدارية العليا الذي تم إعلانه اليوم أوصى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وبتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، وأشار أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب تماما، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها. وأشار تقرير هيئة المفوضين إلى أن حزب الحرية والعدالة كما قلنا هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك هو الأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة. أرحب بمقيم الدعوة المهندس حمدي الفخراني. أستاذ حمدي أهلا بيك، ومش هقول تعليقك النهاردة وإنما يعني رؤيتك لهذا التقرير من هيئة مفوضي الإدارية العليا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا باشمهندس. هو حضرتك التقرير ده يعني قبل كده نفس الوضع حصل مع الحزب الوطني حينما قالت المحكمة الإدارية العليا في ذات الموضوع عندما أقمنا دعوة حل الحزب الوطني أن الحزب الوطني هو الذراع أو أدوات النظام، حينما يسقط تقوم الثورة فيسقط النظام بأدواته. أدوات هذا النظام كان الحزب الوطني في حينه، وأدوات نظام مورسي أو نظام الإخوان هو الحزب الحرية والعدالة. كمان حزب الحرية والعدالة لم يكتفي بأنه أداة فقط من أدوات نظام مورسي، ولكن كان يستغل مقراته في تخزين الأسلحة وفي إخفاء الميليشيات وتشكيل ميليشيات عسكرية كمان، وقامت هذه الميليشيات بقتل المصريين والتحريض على القتل، وكانت مقرات حزب الحرية والعدالة هي المقار لتجمع الميليشيات وتخزين الأسلحة. يعني حضرتك يا باشمهندس حمدي بتتوقع أن يحصل حزب الحرية والعدالة على اللقب الثمين، لقب المنحل قريبا؟ نعم طبعا، ده هياخد الحكم ده بجدارة، وأعتقد أن يعني إذا كنا كانت المحكمة دي على فكرة هو تقرير مفوضين تقرير استشاري. ايوه مظبوط طبعا، عادة تاخد به المحكمة، عادة ما تاخد به المحكمة. اشكرك، وهو تقرير الإدارية العليا. اشكرك شكرا جزيلا المهندس حمدي الفخراني مقيم دعوة حل حزب الحرية والعدالة.